بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل مدرسة على الهواء. كل سنة وأنتم طيبين. خلاص الامتحانات على الأبواب، وليا نصايح بسيطة كده وسريعة قبل ما نبدأ درسنا، إن احنا نراجع كويس، نحل امتحانات كتير، نراجع الكتاب المدرسي كويس، والأسئلة الموجودة في الكتاب كلها نحلها كده، نضمن درجة نهائية إن شاء الله في الدراسات الاجتماعية بإذن الله. النهاردة درسنا عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ويعتبر سيدنا عمر ثاني الخلفاء الراشدين، زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن سيدنا أبو بكر الصديق، وإزاي الدولة الإسلامية تعرضت لخطر كبير جدا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطر ده كان متمثل في ظهور المرتدين والمتنبئين، وزي ما احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، وعرفنا ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ازاي ان هو قدر ان هو يقضي على ظاهرة المتنبيين والمرتدين، وازاي ان هو جمع القرآن الكريم وكلف زيد ابن ثابت ان هو من كتاب الوحي ان هو يجمع القرآن الكريم في صحائف. النهاردة هناخد ثاني الخلفاء الراشدين سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب اتولد بعد الرسول ب 13 سنة، تمام؟ طيب، كان سيدنا عمر بن الخطاب من أشد الناس عداوة للدين الجديد، كان رافض الدين الجديد تماما، ورافض ان هو يدخل في الإسلام. طب دخل في الإسلام امتى؟ في السنة الخامسة من البعثة. سيدنا عمر بن الخطاب دخل في الإسلام في السنة الخامسة من البعثة. سيدنا عمر كان عنده صفات جميلة جدا، اللي هي العدل والتواضع والرحمة ورجاحة العقل، وازاي يقدر ان هو يفرق بين الحق والباطل. فلقينا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لقبه بالفاروق، لقبه بالفاروق. بيجي لنا سؤال هنا يا اولاد، بيقول لي بما تفسر لقب عمر ابن الخطاب بالفاروق؟ لانه فرق بين الحق والباطل. طبعا قبل ما يسلم سيدنا عمر ابن الخطاب، هو اسلم في السنه الخامسه من البعثه، وطبعا اعلن اسلامه في دار تسمى دار الارقم ابن ابي الارقم، اللي احنا قلناها قبل كده ان هي اول مدرسه في الاسلام. الصفات بتاعت عمر بن الخطاب الجميلة ديت هي اللي جعلته من المقربين لسيدنا محمد، وكان يعتبر من أحد مستشاريه. يعني الرسول لما لقى سيدنا عمر يتمتع بهذه الصفات ورجحة العقل والزهد والتواضع، فجعله من أحد المستشاريه، وكان بيتميز سيدنا عمر رضي الله عنه بالقوة، وإن هو قوي وعنده ذكاء وسرعة بديهة، فكان من أحد مستشاري الرسول صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ده هو شارك الرسول في كل غزواته، شارك الرسول في كل غزواته، ولقب بالفاروق. وعرفنا ليه لقب بالفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. لما الرسول أمر الصحابة بالهجرة من مكة إلى يثرب، كل المسلمين كانوا بيخرجوا متخفيين، إلا سيدنا عمر رضي الله عنه لا، خرج ولم يهاب ولم يخاف كفار قريش، خرج بكل شجاعة لأنه عرف طريق الحق. فنخاف من إيه؟ أنا قوي وعارف إن أنا ماشي في طريق الحق، فما خافش من حاجة. فخرج قدام الجميع ولم يتخفى ولم يخاف من كفار قريش. تعالوا نشوف مع بعض أهم أعمال سيدنا عمر ابن الخطاب. وقبل ما نقول نعرض الأعمال، أنوه عن كيف تولى الخلافة. هنقول إن تولى سيدنا عمر ابن الخطاب الخلافة عندما بعد ما اشتد المرض على أبو بكر الصديق، واستشار أبو بكر الصديق الصحابة في أمر تولية الخلافة من بعده، فأشار عليهم بسيدنا عمر رضي الله عنه، فكلهم قالوا له احنا هنبيعه على السمع والطاعة. فلما توفي أبو بكر الصديق بايعوا سيدنا عمر بن الخطاب على السمع والطاعة، فصعد على المنبر وخطب خطبة كبيرة جدا، وقال لهم أنا في مكاني دوت هحط القواعد أو الأسس
اللي احنا هتسير عليها دولتنا الإسلامية. والقواعد ديت اللي احنا هنتكلم عليها هي الزهد، التواضع، زي ما قلت لك الصفات بتاعته في البداية، الزهد، التواضع، العدل، انه كان بيتمتع بالعدل وبيتمتع بيتمتع بصفة التواضع والرحمة ورجاحة العقل والذكاء زي ما احنا قلنا كده. طيب لما نيجي نشوف أعماله مع بعض هنلاقي إنه أعماله كانت لما الدولة الإسلامية توسعت، فطبعا كان لازم إن هو يقسم الشغل داخل الدولة الإسلامية، فأقام أو أنشأ الدواوين. وكمان إيه، نبص مع بعض على الشاشة قدامنا هنلاقي إن من أهم أعماله هي إنشاء الدواوين. بعد كده التقويم الهجري، مش بس كده، ده أنشأ المدن وقام بالفتوحات الإسلامية أو استكمل الفتوحات الإسلامية. تمام، يبقى أنشأ الدواوين. وكلمة ديوان يا أولاد يعني السجل أو الدفتر اللي كان بيتسجل فيه كل شيء عن أمور الدولة. عندي أنواع كتير من الدواوين، نبص مع بعض كده على أنواع الدواوين. عندي أول ديوان اللي هو ديوان بيت المال، ديوان بيت المال، أول ديوان ديوان بيت المال، تاني ديوان ديوان الجند، ديوان الجند، بعد كده عندي ديوان العطاء، وآخر ديوان اللي هو وآخر نظام هو نظام الحاسبة. لو جينا نشوف كل نقطة من النقط دي هنلاقي إن الدواوين عند اتساع الدولة الإسلامية كان لازم إن يبقى فيه حاجة تنظم أمور السياسة في الدولة الإسلامية. فالدواوين ديت عبارة عن الديوان بكلمة فارسية معناها هي السجل أو الدفتر. بيت المال زي ايه؟ زي المكان اللي بتتجمع فيه فلوس المسلمين. تمام، ديوان الجند اللي بيتسجل فيه اسماء الجنود ومرتباتهم. ديوان العطاء زي الزكاه، بتيجي في ديوان العطاء وتتجمع وتبدا تتوزع على الفقراء. نظام الحاسبه ده يا اولاد انشاه عمر بن الخطاب ليراقب الموازين والمكاييل، يشوف مين الناس اللي بتغش في الكيل والميزان. تمام، هي دي الدواوين. تمام، بعد كده من تاني اعماله هي انشاء المدن. أي مكان أنشأ، أي مكان قام جيش المسلمين بفتحه كان بينشئوا مدن، كانوا بينشئوا فيه مدن جديدة. فأمر قادة الفتح الإسلامي اللي فتحوا بلاد الشام وفتحوا العراق وفتحوا بيت المقدس وفتحوا مصر، قال لهم في كل مكان تفتحوه تقيموا فيه مدينة. ليه مدينة؟ يتجمع فيها المسلمين وتكون مكان لتجمع الجيوش. يبقى بيجي لي سؤال هنا وبيقول لي ايه، انشأ عمر ابن الخطاب مدن جديدة، بما تفسر امر عمر ابن الخطاب قادة الفتح الاسلامي بفتح مدن جديدة؟ او السؤال بيجي بطريقة تانية يقول لك ايه، اهتمام عمر ابن الخطاب بانشاء المدن، ليه انشأ المدن؟ هقول لك الاجابة، لتكون تجمعا للمسلمين والجيش، لتكون تجمعا للمسلمين والجيش. يا ريت يا اولاد نسجل السؤال ده لانه مهم جدا. يبقى ليه سيدنا عمر امر قادة الفتح الاسلامي او كل القوات اللي كانوا بيفتحوا المدن بانشاء مدن جديده؟ طب ايه هي المدن؟ اهي سؤال بيجي لك نقط. فتح في عهد الخليفه عمر بن الخطاب، فتح في عهد الخليفه عمر بن الخطاب مدينه الفسطاط، بيقول لك نقط. فين مدينه الفسطاط؟ طبعا في مصر. تمام، طيب ومدينه ايه بالعراق؟ ها، مدينه الكوفة. مش بس في العراق، ده في مدينة الكوفة بالعراق ومدينة مدينة الكوفة بالعراق وكمان البصرة في العراق. تمام، مدينة الكوفة في العراق والبصرة كمان في العراق. خريطة زي ما انت شايف، ادي مدينة الفسطاط اهيت في مصر والكوفة والبصرة في العراق زي ما احنا شايفين على الخريطة اللي قدامنا، زي ما احنا شايفين على الخريطة اللي قدامنا، عندنا هي دي البصرة والكوفة والفسطاط، الكوفة والبصرة في العراق والفسطاط في مصر. تمام؟ طيب، ايه كمان من أعمال سيدنا عمر بن الخطاب؟ إنشاء التقويم الهجري. احنا عندنا يا ولاد بنكتب على السبورة عندنا تقويم ميلادي وتقويم هجري. التقويم الهجري اللي بدأ امتى؟ اللي بدأ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما هاجر منين لفين؟ لما هاجر من مكة إلى يثرب أو المدينة. يبقى بداية التقويم الهجري اللي احنا بنكتبه، بداية التقويم الهجري بدأ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب أو المدينة. تمام، طيب
احنا عارفين طبعا ان عمر بن الخطاب واصل فتوحاته الاسلامية، يعني مشي على نهج الرسول في نشر الدعوة الاسلامية، وجي بعد الرسول سيدنا ابو بكر الصديق وبرضه قام بفتوحات عديدة. تمام، طب عمر بن الخطاب رضي الله عنه برضه قام بالعديد من الفتوحات الاسلامية. طيب الفتوحات اللي عملها سيدنا عمر كان قدامه خطرين، ايه الخطرين دول؟ الفرس والروم، دولة الفرس اللي هي إيران حاليا ودولة الروم، دول كانوا من أشد الأخطار اللي كانت بتتعرض ليها الدولة الإسلامية، فلازم إن هو يفتح البلاد اللي موجود فيها الفرس واللي موجود فيها الروم عشان يقضي على الناس دولت وتبدأ البلاد دي ينشر فيها الدين الإسلامي. طيب أول حاجة هنشوفها دلوقتي، هنشوف إن عندنا فتح بلاد الشام، فتح بلاد الشام والعراق، وهنشوف دلوقتي إزاي إن هو فتح بيت المقدس ومصر. هنشوف مع بعض دلوقتي بيجي لي فتح بلاد العراق وبلاد فارس، بيجي لي مقارنة هو فتح بلاد العراق وبلاد فارس عن طريق معركتين، أول معركة اللي هي القادسية، ومعركة تانية برضو قضى فيها على الوجود الفارسي هي معركة نهاوند. يبقى لما يجي يقول لي لما جه سيدنا عمر بن الخطاب يفتح العراق وبلاد فارس، هنقول ان تعرض لمعركتين، معركة القادسية ومعركة نهاوند، ودي دايما بتجيلك ايه؟ مقارنة، بتجيلك مقارنة، المقارنة بين معركة القادسية ونهاوند. معركة القادسية كانت سنة 15 هجرية، ونهاوند 21 هجري. تمام، طبعا زي ما انا معوداكم لما نيجي نعمل مقارنه بنكتب الاطراف اللي اشتركت في المعركه، وبنكتب القائد بتاع المعركه، وبنكتب النتائج. طيب مين الاطراف اللي في معركه القادسيه؟ كانت المسلمين والفرس، كانت المسلمين والفرس. تمام، طيب ومعركه نهاوند كان المسلمين والفرس ايضا. تمام، طب القائد في معركة القادسية كان سعد ابن أبي وقاص، وقائد معركة نهاوند النعمان ابن مقرن. تمام، ما ننساش يا ولد عشان ما نتلخبطش، احنا قلنا معركة، دايما انا بربط لكم الحروف. طيب نشوف معانا اتصال، وماجد من المنيا. اهلا يا ماجد. اهلا يا الله، ازيك عامل ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. مذاكر ولا مش مذاكر؟ الحمد لله. طب الحمد لله. اسالك بقى اشوف انت مذاكر ولا لا. انا عايز اسالك سؤال بقى كده، انت سالني. اتفضل. من هو انشا الدواوين ونظام الحزب؟ الدواوين ونظام الحزب احنا لسه قايلينه، هتجاوب ولا جاوبك انا؟ ها، عمر بن الخطاب. برافو عليك، ما شاء الله عليك، عمر ابن الخطاب. طيب انا بقى اسالك سؤال، تمام؟ من الحته اللي خدناها الوقت، من الحته اللي لسه واخدينها دلوقتي. تمام، طيب ماشي. ايه ال ايه هي بما تفسر انشأ عمر بن الخطاب المدن في البلاد الاسلاميه، او امر عمر بن الخطاب قادة الفتح الاسلامي بفتح مدن جديده ليه؟ لتكون ايه؟ لتكون تجمع المسلمين او الجيوش. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، برافو عليك، برافو عليك. طيب تابعنا بقى علشان لسه في الاسئله كتير، وتابعنا عشان هسمع صوتك تاني وتسألنا سؤال تاني. تمام؟ شكرا. تمام، اتفضل. نرجع تاني الى المعركتين بتوعنا، معركة القادسية ومعركة نهاوند. زي ما انا قلت لك ان معركة القادسية فيها سين، يبقى المسلمين في سين والفرس في سين. طب القائد كمان في سين؟ سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي، وما ننساش يا اولاد القادسية اللي مشهورة بحرف السين. تمام، طب معركة نهاوند النعمان ابن مقرن. تمام، فيها نون ونهاوند فيها نون. تمام، عشان ما نتلخبطش بين المعركتين. طب النتائج، طبعا المسلمين هينتصروا في المعركتين، بس معركة القادسية كانت قتل فيها قائدهم رستم. الله، ده في سين كمان. يبقى احنا ما ننساش القادسية دي خالص اللي مشهورة بحرف السين. تمام، وفضل المسلمين يتتبعوا الفرس لحد ما دخلوا عليهم في عاصمتهم اللي هي المدائن. ونسمع اتصال معانا، ميار. اهلا يا ميار. الو، انت منين يا ميار؟ ازيك؟ الحمد لله، من المنيا. من المنيا، اهلا اهلا بناس منيا، اهلا بيكو. اموري يا حبيبتي، اتفضلي، عندك سؤال؟ اتفضلي.
بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة على الأطراف الجنوبية للوطن العربي طوال العام. ارتفاع نسبة الحرارة على الأطراف الجنوبية في الوطن العربي طوال العام. طيب عارفة تجاوبي ولا أنا جاوبك؟ لا حضرتك جاوبي. تمام، ارتفاع نسبة الحرارة على الأطراف الجنوبية في الوطن العربي لوجود ايه؟ لمرور دائرة الاستواء، وان هو بيقع ضمن الاقليم الايه؟ المداري. تمام؟ شكرا. عندك سؤال تاني؟ لا شكرا. طب يا حبيبتي تابعينا يا ميار، اتفضلي. طيب نرجع تاني برضو لنتائج معركة القادسية، هي انتصار المسلمين وتتبع المسلمين الفرس حتى خرجوهم من مدينتهم اللي هي عاصمتهم اللي هي المدائن. تمام؟ طيب معركة نهاوند سميت بقى معركة نهاوند باسم فتح الفتوح. ليه سموها باسم فتح الفتوح؟ اهيت قدامنا السؤال بيجي لي بيقول لي بما تفسر اهميه معركه نهاوند. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. او سميت معركه نهاوند بفتح الفتوح، انا جايبه لك بطريقتين عشان ايه ما تتلخبطش. سميت ليه بفتح الفتوح؟ لانها انهت دوله الفرس نهائيا، لانها كانت فتحه خير على المسلمين ان هم قضوا على دوله الفرس نهائيا، قضوا على دوله الفرس نهائيا. السؤال ده مهم جدا يا اولاد. سميت معركه نهاوند بفتح الفتوح لانها انهت دوله الفرس نهائيا. طيب بص السؤال اللي كان قبله بيقول ما النتائج المترتبه على معركة القادسية اللي هي مشهورة بحرف الايه؟ السين. هنقول انتصار المسلمين وقتل قائد الفرس اللي هو رستم. طيب ادي على الخريطة قدامنا اهوت معركة القادسية، زي ما احنا شايفين جيش سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص، ادي جيش سعد بن ابي وقاص اللي انت شايفه ده، ادي راح على ادي اللي اتجه الى القادسيه، اللي اتجه الى القادسيه عفوا، ودخلوا المدائن، دخلوا الى المدائن زي ما انت شايف. وادي جيش نعمان بن مقرن في معركه نهاوند التي اطلق عليها فتح الفتوح. تمام؟ احمد اهلا، احمد من القاهره اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا. الو مذاكر ولا لا يا احمد؟ أنا مذاكر. أسألك يعني؟ أوه. طيب بما تفسر تعرضت الأمة الإسلامية لخطر بعد وفاة الرسول؟ إيه؟ تعرضت الأمة الإسلامية لخطر بعد وفاة الرسول؟ طب ممكن أسأل في الدرس ده؟ أسألك في الدرس ده. طيب هسألك في الدرس دوت، ما النتائج المترتبة على معركة نهاوند؟ انتهاء دولة الفرس. برافو عليك. طيب عاصمة الفرس كان اسمها ايه؟ عاصمة الفرس اللي تتبعها سعد بن ابي وقاص وهو بجيش المسلمين ودخلها، كان اسمها ايه في معركة القادسية؟ الروم. كان اسمها ايه؟ المدائن. كانت اسمها المدائن. تمام؟ طيب القائد بتاع الفرس كان اسمه ايه؟ قائد الفرس انا قلت في حرف السين. رستم. سعد بن ابي وقاص. رستم هو سعد بن ابي وقاص، وقائد الفرس كان رستم. تمام؟ طيب اسالك تاني؟ ماشي. طيب اسالك تاني، معركة نهاوند سميت بايه؟ بفتح الفتوح. بفتح الفتوح، بما تفسر؟ بما تفسر؟ لانها انا دولة الفرس. برافو عليك. طيب من الدواوين التي انشاها سيدنا عمر رضي الله عنه ديوان ايه وديوان ايه؟ ديوان بيت المال وديوان الجند وديوان العطور. تمام، شكرا يا احمد وتابعنا، شكرا لاتصالك. هنتنقل لنقطة جديدة وفتوحات الدولة الإسلامية، وعندي فتح بلاد الشام. فتح بلاد الشام، وفتح بلاد الشام متمثل في معركتين اللي هي معركة اليرموك وفتح بيت المقدس. معركة اليرموك اللي كانت سنة 13 هجرية والقائد بتاعها كان خالد بن الوليد. طب احنا قلنا ان احنا قضينا دلوقتي خلاص على الفرس، طب هيبقى قدامنا خطر تاني اللي هو خطر الروم. خطر الروم. طيب
خالد بن الوليد جهز جيش كبير جدا طبعا بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتجه إلى اليرموك علشان يحارب ويخرج الروم من شبه الجزيرة العربية. فالنتائج كانت انتصار المسلمين ومغادرة قيصر الروم من بلاد الشام. في الوقت دوت الناس كلها افتتنوا واشيع ان خالد بن الوليد ده هو اللي بيحقق لنا انتصارات، وهو اللي ما فيش معركه بيدخلها خالد بن الوليد الا لما بينتصر. فخشي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ان يفتن الناس بيه، وقال لهم ان النصر ما بيجيش من عند قائد، ولكن النصر بياتي من عند الله. يعني احنا ما نفتتنش بقائد، فخشية من الفتنة ان هي تنتشر بين الجنود وبين المسلمين، فجعل قادة الجيش اعطى قيادة الجيش الى عبيدة ابن الجراح، تمام، ابو عبيدة ابن الجراح، وقال له احنا عايزين نكمل فتوحاتنا الاسلامية. ودخل ابي عبيدة ابن الجراح لبيت المقدس وفتح بيت المقدس سنة 15 هجرية، وامن عمر ابن الخطاب اهل بيت المقدس على انفسهم واموالهم وكنائسهم، تمام. طيب بعد كده بنقول تعالوا نشوف فتح مصر. طبعا تردد سيدنا عمر بن الخطاب في فتح مصر، ولكنه سيدنا عمرو بن العاص قال له لا، ده فتحها قوة للمسلمين وتأمين فتوحات الشام، تمام. يبقى في فتح مصر قوة للمسلمين وتأمين فتوحات الشام. ولما دخل سيدنا ولما دخل عمرو بن العاص مصر، طبعا دخل الى العريش ثم الفرمة ثم بلبيس وحصن بابليون، ودرسنا انتهى لحد كده، وعلى امل بلقاء اخر ان شاء الله. واستنونا في درس من دروس المرحلة الإعدادية، وشكرا والى اللقاء. السلام عليكم.